السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج أبو أحمد عارف لسان مصطفى الصعبي، وهذا الجزء هو الجزء الثالث من هذه المقابلة، وبه نفتح أسئلة القسم الثاني. حجي، بدي أسألك، أهل المنصورة كيف كانت مشاركتهم بثورة 36؟ أهل المنصورة شاركوا في ثورة 36؟ 36 من قبل وقبل. نعم. أهل المنصورة لبعضها البعض ما في مثله. نعم. كلنا كان أخوان. عظيم. نور المختار. المختار اللي هو أبو عيد. أبو عيد. حسين أبو عيد. حسين أبو عيد. نعم. كان هو ما خلي هذا من هذا، وكلنا أخوات. نعم. سمعت علي؟ اللهم صل على محمد. يجمعها، كونوا أخوان، كونوا ربعكم، ده بدي واحد يختلف، بدي واحد كده، كل بعض بعض البعض. نعم يا حجي. طيب يا حجي، ثورة 36 تتذكرها يا حجي؟ 36 يوم الجيش المغاربة. 36 ما صار ثورة عندينا. ما صار ثورة جوا مغاربة، ما مغاربة. نعم. عندينا سنة 36 ما في غير التهبة الدفنة لهبها الفاعور، تهبة من زلمة بيها ولهبها الفاعور لدفنة، ودفنة كان سمعها بفرنسيس وقال له ليش دشر العالم خلها تفلح، قال له عمر لا تفلح، ملحمة فرنسيس مسيحة من لبنان، قال له عمر لا تفلح فاعور، سمعت علي؟ قال له بدي ابيعها الارض لليهود، قال له بيعها، باعها لليهود. مين اللي باعها؟ ملحمة فرنسيس. باعها، زعل على فاعور يعني؟ ها؟ زعل على فاعور؟ ايه، ما قال له دشر الجماعة، ما دشرهن، باعها. نعم. والخال يقولوا له دان باعها فاعور فرحان شعلان الدرجي سموها دان، والبرجيات باعها فاعور وخواله بيت السلوم، وكفر طلط هذه شو اسمه الأميرة باعها فاعور لحاله، ومدراخية باعها فاعور. طيب يا عمي، ما كانوا أهل المنصورة يهاجموا الإنجليز؟ أهل المنصورة ما كانوا يهاجموا الإنجليز يا حجي؟ غير مرة وإحنا هاجمنا من حبسنا. احكي لي عنها يا حجي. هاي إحنا ما نخمنها الإنجليز. نعم. خمنها يهود. نعم. هاجمناهن وخذينا البارودة زدناها بالمي. وين راح هذا الإنجليزي؟ ها؟ كتبتوا له الانجليزي ولا؟ قتلناه وجابونا جابونا كلياتنا انهزموا. كتبتوا قتل الموت يا حجي؟ لا. هيك بس. كتلوا منينا قتل الموت. كتلوا مين يا حجي قلت لي؟ مين هو اللي كتلوه منكم؟ كتل شحادة. شحادة نعم. شحادة ابراهيم اسمه؟ شحادة ابراهيم ابو عيد. عليه رحمة الله يا حجي. طيب يا حجي، ولما انتوا كده ضربتوا له هذا الانجليزي وشلحتوا سلاحه، قديش واحد اعتقلوا منكم؟ قديش حبسوا واحد؟ كلياتنا حبسونا. مين انتوا يا حجي؟ ها؟ تتذكر لي اسمائهم؟ وشو بدي اتذكر اسمائهم؟ هل تتذكر منهم يا حجي؟ ها؟ هل تتذكروا منهم؟ مين من قرايبك الصعبي راح معك؟ يوسف الصالح. نعم. أحمد الصالح. نعم. طيب من العائلات الثانية يا حجي؟ يعني من العقائل ما راح معك حدا؟ بفريخات؟ لا. المحمدية؟ ولا حدا. والعساكر؟ لا ولا واحد.
الصعبي ما راحش مين؟ قلت لي بس اثنين صعب ثلاثة صعبي انتوا كنتوا؟ اخذونا احنا. البياد اخذ معك واحد اخذوه؟ لا كثار اللي رحنا كله من برا كله جت حضرة الاجر وضبوها للعالم. اه مش بس من القرية تبعتكم. بمساوي من مؤسسة حسين الشيخ راح معنا. طبعا تحاكمتوا في المحكمة ولا ما تحاكمتوا؟ الحاكم. ها كيف؟ حبسونا حتى نصلح. تنصلح على الولد المذبوح مرض المختار. دفعوا دية طيب؟ دفعوا دية؟ ما بعرف كم دفع على المختار ما نعرف. بالتالي. وحبسوكم الحين ما ايش؟ طول حبستكم يا حجي؟ الحبسة طولت؟ ثلاث اشهر. وكيف طلعوكوا طيب؟ راح المختار طلعنا. طلعنا من شو اسمه؟ راح لنا المختار لشو اسمه؟ لكم عتي جنة. ولما روحتوا بسيارات ولا على الخيل يا حجي؟ أول مرة روحنا بسيارات. نعم. بالآخرة أخذونا وجودنا عودنا. نعم. جينا من عكة ده صفت ماشيين. نمنا بالسموعة هذيك الليلة. والله نبقى بحصيرة نمنا. ركبونا بعيش والله من دون غفرة. وكلينا. جعانين. نعم يا حجي. طيب يا حجي حدا منكم هجم على الإنجليز على المخفر على دورياتهم؟ لا. غير الدورية هاي هجمنا عليها. طيب. خمنا يهود. نعم. ايوه هجمنا عليها وصارت القصة هاي. طيب اليهود يا حجي هجمتوا عليهم؟ ها؟ اليهود. كنتوا تهجموا عليهم؟ بالمقلاع. 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 المقلاع هم الباروده المعانا البارود المقلاع هم البارود مقلاع صوف اللي معه مقلاع صوف جابوا مليان حجاره بيضه. نعم. طيب يا حجي لما انتم ضربتوا للانجليزي وهم قتلوا الشاب هذا شحاده شو عملوا غير هيك يا حجي؟ انهزموا. طيب اجوا طوقوا القريه؟ طوقوها للقريه؟ ثاني يوم طوقوها القرية. وشو سووا لما طوقوها يا حجي؟ طوقوها خذوا كل الزب 30 واحد. طيب عملوا شيء ثاني مثلا؟ في غريب وفي غريب كله جت العالم من العبسية ومن سوريا خذوا جمع. نعم. على أجر. خلها ذبوها. طيب يا عمي كنت تسمع بالأصبح؟ الأصبح. الأصبح؟ نعم. نسمع به. كان يجي عليكم كان يمر من دياركم بلادكم؟ لا ما جاي. شو كنت تسمع عنه يا حجي؟ نسمع عنه قائد ثوار. قائد ثوار؟ ايه كان يجي على العبسية. انتم ما كان يصلكم يا حجي؟ ما كان يصلكم هو ورجاله؟ لا ما يجي لعندينا. طب ما كنتوا تقدموا لهم شيء يا حجي؟ ما تودوا لهم شيء يعني على العبسية على الجبال على كان يجي على العبسية. طب ما كان في ثوار معه مع الأصبح منكم يا حجي؟ ثوار من المنصورة مع الأصبح كان في حدا؟ لا ولا حدا. طيب عمي الإضراب الشهير إضراب 36 تسمعت فيه شيء؟ إضراب سكروا المحلات في حيفا وفي يافا وفي عكا. لا ما سمعت فيه. طب عمي اليهود كانوا يهجموا عليكم شيء؟ لا. بالأربعينات بالأربعينات ما كانوا يهجموا عليكم بالأربعة وأربعين بالخمسة وأربعين؟ لا. طيب يا عمي بدي أسألك سؤال، كنتوا تعرفوا انه اليهود يخططوا لاخراجكم من فلسطين؟ كنتوا تسمعوا انه اليهود بدهم يطلعوكم من فلسطين؟ لا بس نسمع. ما هن اليهود لما كنا نطلع احنا. نعم. يروح لنا فاعور وش اسمه
هسه حكينا عنه راح اصبح الملك. ملحم فرانسيس؟ ها؟ فرانسيس؟ لا ما دخل فرانسيس. فعور واحد سوري كمان. كان عاملين عصابة. نعم. عصابات. نعم يا حجي. ها؟ نعم. اطلعوا سبعة أيام بس. ترجعوا لبلادكم. طيب قبل هذا الحكي يا عمي، قبل هذا الحكي. كان في قرار اسمه قرار التقسيم. هذا صدر بشهر 11 بال47 يا عمي. سمعتوا في هذا القرار؟ لا. طيب البريطانيين عمي كيف كانوا يتعاملوا معك وإذا لقوا مع واحد سلاح؟ البريطانيين لما كانوا يلقوا مع واحد سلاح بيسووا له شيء، بيحكوا له بيحكوا معه؟ بريطانيا السلاح. نعم. يوم انت رحت اشتكيت علي عندي بارودة، اجوا انا رحالة نزالة. نعم. كذب البارودة عندي. نعم. البارودة مين لك انت اللي فسدت علي؟ نعم. يقولوا لا انت اللي حطيتها عندي تضطره، هاي مول وهاي لك. شو عرفك انه في بارودة هيك؟ نعم. كان يجاز اللي فسد. كويس. يقول لك مين هاي؟ طيب شو يحكموا يا حجي؟ ولا يحكموا على هو حكمه هذا. شوف عندنا ما كمش شيء، عندنا ما كمش شيء. ما كمشوا؟ لو كمشوا ما يطلع من الفريق مختار. نعم. مختار كان ظل شيء بالكبير. الله يرحمه يا حجي. الله يرحمنا جميعا. طيب يا عمي قبل ما انتوا تطلعوا من القريه من المنصوره اشتريتوا سلاح؟ انا ما اشتريت. لا مش انت، اهل القريه. ها؟ اهل خريتك. ايه اشتريت. كثير اشتروا يا حجي؟ ايه كثار اشتروا. من وين كانوا يشتروا؟ من سوريا. ومين كان اللي يشتري لهم يا حجي؟ ولا كل واحد يروح يشتري لحاله؟ لحاله، كل واحد لحاله. شو الاسلحه اللي اشتريتوها يا حجي؟ والفشكات يبيعوا اياها ما يطلع. طيب يا حجي، ولما طلعنا على سوريا دورونا خذوها الفضل سلاح. عيلة الفضل؟ الفضل جماعة فاعو. والله والله. نعم يا حجي. دوروا عندينا بالبيت واحنا بسوريا. نعم. باسط دجاجات بيضات، خذوا البيضات من تحت الدجاج. طيب يا عمي تتذكر شو انواع الاسلحه اللي كانوا يجيبوها الناس؟ بين المانيه. نعم. بين فرنساويه من ذين الكتار، بين فرنساويه من ذين الطال. نعم. طيب يا عمي كانوا الناس من وين يجيبوا مصاري عشان يشتروا سلاح؟ بيعوا بقر، بيعوا جاموس. حدا باع ذهبات مرته يا حجي؟ ها؟ حدا باع ذهبات مرته عشان يشتري سلاح؟ ايه. في ناس هيك؟ والله باعت، والله يا عمي راحت، والله ده. طب قلت لي عمي حوالي 50 قطعة كان عندكم ولا أكثر؟ ولا أقل؟ كم قطعة سلاح كان عندكم؟ حوالي 50؟ يعني في ايه. طيب كان في حد يدربكم عليها يا حجي ولا ما كل واحد يدرب حاله؟ طيب يا حجي كان في حدا في القرية مسؤول عن تنظيم عن الدفاع عن القرية، تنظيم عامل خطة مثلا، يقود الثوار، يقود اللي معهم بنادق هذول، كل واحد براسه؟ غير فعور كان. مو فعور ضدكم هذا كان؟ ضده كان عامل عصابة. انتوا ليش اشتريتوا السلاح هذا يا حجي؟ السلاح هذا ليش اشتريتوه؟ اشتريناه لنحارب. تحاربوا مين؟ اسرائيل. اليهود يعني. طيب كان يجوك ثوار من خارج القرية يا حجي؟ ثوار من خارج القرية، من خارج المنصورة؟ لا. من القرى المجاورة، من سوريا، من لبنان؟ جيش الإنقاذ جاكوا يا حجي؟ ها؟ جيش الإنقاذ. هاي جماعة قبل 38 جيش هذا.
48 يا حجي. أجاكوا جيش إنقاذ؟ أنا كان يقول إنقاذ هذا من اليهود، كان ما في غير اليهود كان. طيب جيش عربي أجاكوا يا حجي؟ لا ما أجا. طيب يا حجي عملتوا خنادق، عملتوا استحكامات؟ ما عملتوا؟ طيب يا حجي كنتوا تروحوا فزعات للقرى الثانية للعبسية لل رحتوا؟ لمين لوين رحتوا؟ قطعت. نعم صارت مشكلة بين اليهود وبين القسطاسيين. نعم وانقتل من القسطاس يومها وصارت قصة، وانقطع الطريق القسطاسية على القسطاس، قطع الطريق عن اليهود. نعم وفزعت الإنجليز وفزعت الدنيا تحت، وروحوا من هذين وروحوا من هذين. تتذكر مين انقتل في القصاص يا حجي؟ ها؟ القصاص مين انقتل فيها؟ يا الله دخل ما ادري. انقتلوا ثلاثة أربعة والله من متذكر مين. وواحد هدمه لغب البيت كل يطرع على بيته عليه وراح وولاده. هذا في الخصاص؟ بالخصاص ايه. طب لما فزعتوا لهم يا حجي حدا مات من قريتكم او انجرح؟ لا. طب انتوا هاجموك اليهود انتوا؟ لا. طيب غير الخصاص عم شو فزعتوا لمين؟ ما في زعل لحد، ما كان الرصاص ما في غير الرصاص اللي عملته العمل. نعم واهل الدواره اهل النعمه. نعم فجعوا من الدين من العبسيه على النعمه وحرقوا سياره لليهود وصار قصه كبيره عليهم كمان. نعم طيب يا حجي انتوا غادرتوا القرية بدون معركة يا حجي؟ المنصورة غادرتوها بدون معركة ولا في معركة؟ بدون معركة. طيب استقبلتوا لاجئين انتوا من قرى ثانية عندكم يا حجي؟ جاكوا لاجئين؟ لاجئين من القرى اللي حواليكم اجا عندكم؟ لعندينا لا كل طلعت برا. اما لعندكم القرية ما اجوا؟ القرية لا ولا يوم ولا يوم. طلعت القرية تبعنا على العزيات، من العزيات طلعت عدا. طيب معلش هسه بنسألك عن هذا. طيب انتوا اهل القرية اهل المنصورة حدا خاف من القرية وغادر القرية قبل الناس؟ حدا غادر القرية طلع من القرية قبل ما تطلع الناس؟ لا طلعت كل سوح مع بعض. وكان ما يطلع كان يروح بدي كتلوه. شوف يا ابو ليه مات الكهرباء. عم سمعت بدير ياسين؟ سمعتوا فيها وانتوا في القرية ولا لما طلعتوا؟ سمعنا فيها وانا لما طلعنا. لما طلعتوا؟ طيب سمعتوا بمذابح مجازر عملتها ايه اليهود؟ ايه صفون ويصفون ويرشون. خفتوا يا حجي لما سمعتوا هذا الكلام؟ ها؟ خفتوا من من هالكلام؟ صدقنا شو الكافر شو بدك تقول؟ العتيق ما يعاود جديد والعدو ما يعاود صديق. ابدا. طب كيف كنتوا تسمعوا يا حجي عن هذه المذابح؟ بالراديو ولا من خلال الناس؟ من كلام الناس. من كلام الناس؟ ما عاد عنده لا راديو ولا تلفزيون ولا شيء. شو بدك تسمع؟ لا سكر.
طيب يا حجي، شو اللي خلاكوا تغادروا قريتكم يا حج؟ خلانا نغادر القرية العصابة. أي عصابة؟ عصابة باغور بن مريوي. نعم. سبعة أيام وترجعوا. هم قالوا لكم يعني اطلعوا؟ بس طلعنا وخلصنا، فكوا العصابة، بطل الثوار، كل واحد روح على بيته. نعم يا حج. طيب يا حج، انتوا لما طلعتوا من القرية الكوبانيات اللي حواليك شو كان وضعها؟ ما وضعها شيء، والله ما جاء. ما هجمت عليكم؟ ما سوت لكم مشاكل؟ لا لا شيء. طيب، اجاكم هذا الامير فاعور المختار قال اطلعوا مثلا؟ ايه. وشو ليش؟ الثوار تبعه. نعم. اطلعوا، ما يطلع اكون خاين بدنا نقتل. نعم. المختار تبعنا طلع حبسوه، قال خاين خاين خاين، رد عاود من غزه وعاود على فلسطين، ضل فلسطين. ابو عيد. والله برافو علي يا ابو عيد. طيب يا حجي. كامل الحسين عشان كان بده يردنا. على الحوله كان بده يرد الحوله كامل الحسين. دزوا له ناس حتى يشوفوا وين من هو هذا. جماعتنا ذبحوه جمه. ذبحوه لكامل؟ ايه. مين اللي ذبحه؟ متعب الشتاوي. نعم. وخرج على المنصور. ومحمد الحميد، أحمد الحميد، محمد الحميد إيه. راحوا له. راحوا له. أي تجيبوه ما رضي يجي. عشان كان صار خالص بده يرد العالم، هاي الحولة كلها بده يردها. كامل الحسين. لما يعرفوه هيك راح أطفوه ما عادوا. طب هذول لمين تابعين يا حجي هما؟ ها؟ لمين تابعين هما؟ وين؟ هم متعب شتاوي وهذول الجماعة الخزعه جماعتنا. طب ليش قتلوا له كامل حسين؟ قتلوا قد دزوا لي تجي هو طيب يدزوا ما ما طيب يا حاج، تتذكر يا حاجي انت طلعتوا من المنصورة بأي شهر؟ ها حجي؟ بدي احصل الذاكرة مظبوط. بشهر ستة، بشهر خمسة. خلاص حج، ما في مشكلة، ما في مشكلة. أنا شوية عندي دوخة. سلامتك يا حج. بس تقدمني ما عاد فيك. طيب ارتاح حج، ارتاح. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل شيء يا عمي. الحمد نوقف التصوير عمي؟ نوقف التصوير وترتاح؟ ها؟ ترتاح لك شوي؟ لا. نعم.
دوك وهذا الرباط كله لي. الله يكون بعون يا حجي. الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. الساعة الثلاثة إلي عاد. تكتب الثلاثة على النبي. اللهم صل على محمد. ست الثلاثة. شو هو؟ واحد. ست الثلاثة هو بني آدم. نعم. ها؟ نعم. ثلث الثلاثة بني آدم. نعم يا حاجة. لما شلون بني آدم؟ لما بني آدم اتصل بعياله. نزل جبرائيل بقدرة رب العالمين. طبعا بجفه. قال له يا ربي من ظهر عبدك فلان لرحم عبدتك فلان. قال لي أقول لك على ثلث الثلاثة ولا عامي يعني. ولو إني عامي. قال له إيه؟ قال له حدد عمره. يحدد عمره يحدد رزقته يحدد شو بده يصير عليه بالدنيا ها شو بده يصير عليه بالدنيا يحدده قال له حددت يا ربي قال له قسمه بالثلاثة لتقطع قسمه ثلاثة ها قسم لرحم أمه وقسم لمخالد المولى ليوم القيامة وقسم منه لمحل قبر طراباته هاي ثلاثة واحد ولا مو هيك؟ نعم واحد. وايش؟ والله قليل اللي يعرف هذيك الثلاثة. ما عرفنا غير منك يا حجي هلا. عشان ما تقول الميت. الميت الحرمة ثلاثة على اليمين والزلابة على الشمال وهي ميتة ليش الشمال واسم اليمين جاية منو هاي الزلمة لما يكون ميت على الشمال بدي يقف الإمام هنا بدي يصيح يا أخوان اللي إله أهل اللي إله قرايب اللي إله كذا يطلع بيده ويصلي عليه يتفطن يقولوا سامحين لك يا شيخنا ها يرد يصيح صيحة ثانية قول يا اخوان ان كان عليه دين من سداد دين وهاب الرد واحد قال اني صلي عليه ما قال اني لا يصلي عليه قال علي الحرمة عشمة على اليمين وين بقى في الشيخ هين ها هاي على اليمين هوني غشيمني تبارك يا حاج هاي على اليمين ليش الحرمة ولونها في التابوت عورة تستر عليها من المصلين وراها الإمام وين؟ ما بعرف أنا غلطان إني لا يا عم أنت أعلم منا والله ها؟ أنت أعلم منا يا حجي والميت أنا قد ما حد نزل فيه عالم وقد ما حد عمر قبور ودمر قبور سمعت علي؟ الميت يا أبويا إن كان مهي من عيلتك لو كان التاخ لا تفوت لا تفوت غير يسمحوا لك أهلها لما يسمحوا لك أهلها وتعرفها ها تفتح الفاتحة وتخاويها لو ونات تخاويها تنزل تطلع هنا عندنا مشايخنا الحرمة لو مات الزلمة ما تودعه قال تصيبه بمثل ما مثلك مثله شلون تصيبه لك شلون تصيبه لعلهم غد مات هالزلمة وما فيهم غسل يغسلوا والحرمة تعرف تغسل لعل تخلي يروح بخرابة تغسلوا حرمته لا غسله والحرمة لو ماتت كمان ما فيهم غسلة تغسله وزمتها يعرف يغسل كمان ما يغسله يغسلها ومش ست ويبوسها قد ما بده والحرمة الزلمة كان هاني كان خشبة ما عدل فيها هاني بطبيعة صارت خشبة مربية
وإيش؟ صحيح يا حاج، صحيح يا حاج. الساعة أختك، بنتك، عمتك، جدتك، أمك، لا تسلم عليها بالشارع. ليش يا حجي؟ ليش؟ لو سلمت عليها بالشارع وغضبت يدك ما تغيرت. أنا أقول منين هالحرمة هاي اللي غضبها؟ بينو بيت يسلم عليها. حرمتك قاعد تسهر على جيرانك. لا تصيح عليها يا فلان. صيح يا أبو يا فلان عن ابنه الكبير تفهم تجي. أنا وين قاعد تكرع هاي بهالليل؟ لما نصيح يا فلان تفهم هي تجي؟ قاعد يصيح لابنه. وينك هو قاعد يدبر احنا؟ ولا وصلني. يلا خير يا حجي خير. ها؟ خير إن شاء الله. هذا ما في منه هلا حجي. هذا ما في منه هلا. لا في منه. ما عليك. حجي. تذكرت أنت طلعتوا بأي شهر؟ لا والله ما أتذكر. طيب يا حجي. بس طلعتوا شفتوا كل وهاتكم بيوتكم ولا خليتوا شي وراكم؟ شلنا اللي شي جانب وخلينا جانب زدتنا هنا تنرجع. زي ايش شلتوا يا حجي؟ ها؟ زي ايش شلتوا؟ على دورنا على دورنا على جيلنا وجيلنا. على البقر على الخيل شلتوا شي؟ في ناس شال على الخيل، في ناس شال على الجمال، في ناس شال على ظهر. شلتوا طناجر، شلتوا صحون معاكم، شلتوا كتات. والله في ناس حطت صحونها بالميه تحت ترجع. طيب وين رحتوا يا حجي؟ وين مشيتوا؟ طلعنا على بلد اسمه عين فيج. عين فيج؟ فيت. وين هذه يا حجي؟ بالسورية. سورية. عين فيج وزعورة هي علوية. نعم. طلعنا عليه. كان في عندكم كنتوا زارعين قمح اشي؟ ايه. تركتوه زي ما هو يا حجي؟ رحنا نحش القمح، لكن يا شيخ مشان الله تجيب لي طريقة دشينا. جعنتني. جعنة. نعم. نروح نحش القمحات، نطب ونجيب يجي فعور كان محملين على حمير يطخ الحمار وياخذ القمحات. والحمار والحرمة يقتلها وياخذ القمحات، الزلمة يقتلها وياخذ القمحات ما لنا نجي فاضيين. خلينا بلاكل. بلا هبونا واحنا عندين. ايش خليها عندنا الحمد لله. طيب يا عمي بعد هيك وين رحتوا؟ بعد هيك وين رحتوا بعد هالسبعة أيام من قضن وما رجعتوا على المنصورة؟ طولتوا في عين فيت؟ طولتوا في عين فيت هذه؟ طولنا. قديش قعدتوا فيها يا حج؟ يعني قعدني 4-5 أشهر. أنا هسا دفتر العائلة تبعي جرمالي مو الميخيم. أنا رحت على جرمالي. طيب يا حج بعد عين فيت 5 أشهر وين رحتوا؟ عين جرمالي أنا رحت. مباشرة؟ إيه. وتعذبتوا في الجاية ولا عادي كانت سهلة؟ اللي يشتغل نعم يحطوه ببيته، ما يشتغل يطردوه. جرمانة كمان واحد. طب طولت في جرمانة يا عمي؟ ايه طولنا شوي. كم قعدت فيها؟ بعدين كزيت هذا بهاني هنا في واحد يقول له بهاني من الكزية وجاي هاي كلها كانت تفلاها مين يزرعها؟ أهل الميدان هاي وقفة الجامعة سمعت عليهم جامعة سنانية نعم لكن كلها باعوها وشالوها هاي اللي هنا هاي نعم أجونا عادنا سكننا عند ال الزراعية تبع الميدان بعدين في واحد يقولوا له أبو محمد العسلي من ال السحم قال لك هاي مشان تتراد خيل الفرنساوي وقوا عمرو بيه اول ما حطيت بيتي هذا الشمالي جه ملعنا ابو محمود المرابع وابو قاسم المرابع من البلد هاي رحنا اشتكينا لمين للمؤسسة اجت المؤسسة واجت الشرطة واجت الدنيا لهين وشافوها قال مين اللي منعكم احنا موجودين ها
تعرفوهن؟ قلنا ما نعرفهن. قال لك الشرطة، قال بس تعرفوهن تشوفوهن ويجوكم خبروني، ده نحط لكم اياهن بالسجن. عمرنا ما عاد حشوف. طيب عمي، انتوا كنتوا تتوقعوا انه العودة للمنصورة قريبة؟ 7 ايام بس. وسبعة ايام صار سنين. فعور كان يقول لنا 7. وين انظر الفعور. طيب يا عمي، انتوا لما طلعتوا من القرية او من المنصورة جبتوا معاكم حلالكم وغنمكم بقركم الدجاج كله جبتوه معاكم يا حجي؟ طب ساعدتوا بعض وانتوا طالعين يا حجي؟ ايه ساعد بعض. طيب ومتى بعضنا يعني اللي ما خذيت بيت. انا عندي رفيقي، عندي حط اولادي واولاد سوح كنا بنزل برا. طيب يا حجي، كل اهل المنصوره اجوا على عين فيت بالاول؟ اهل المنصوره وغير المنصوره اجوا على عين فيت. عين فيت وزعوره وجبب والقلع، هاي تبع الفعور، هاي الضب والقلع واسط، وهاي كان كله فلت عليها العالم. طيب يا حجي، لما جيتوا جاي لهون على جرمانة جيت براسك ولا اجوا قرايبك معاه؟ جيت انا وعيالي بس لحالنا. انت وعيالك؟ باقي اهل المنصورة وين راحوا يا حجي؟ طلعوا في ناس غربتهم الحكومة حطتهم. نعم. هذا حب صراحة ما حد يسمع البالي. حماة. نعم. سوريين وفلسطينيين. حطوني بحماة. بيصير غير فعور تيردن. ياخذ مصاري وما يروح. يوم من الايام قلت له اني ولا ما رديت انني فعور ما يردن. انا اللي ما اسوي فرنكين اليوم. تلبرك يا حاج. أنا بس كنت أعرف مو حي الله. رحت على بيت واحد اسمه هشام العظم، عامل في وجه الشرطة العسكرية على بيت أبوه رحت. نعم. وحرمته هناك، حرمته بيت الكلاني من حماه عنا. نعم. حكيت له القصة، قال لي على عيني. شو قلت له يا حج انت؟ قلت له جماعتي قرايبي رحلوهم من الحدود وكذا كذا كذا. قال لي شو عليه؟ روح اكتب وراهم، كتبنا التداعيات بيهن. سمعت علي؟ كتبنا التداعيات وجبتهم. ورحت لهشام بشير الزعيم، اخو لحسن الزعيم كان رئيس شرطه مدنيه. نعم. وزاهد بيك الكواش كان رئيس ديوان وزارة الداخلية كنا بعرفه. نعم. وأنورت له كان رئيس، أنورت له رئيس مخاش اسمه وزير المعارف. نعم. كله كنت أعرفه يا عمي، إذا وراح وينه. لما رديت اللي جبته وصالي فعور شوين جابنا بدي ياكل عليه. والله رحت شامل العظم قلت له أمر كده كده. قال هاي ورقة مني لأي شرطي لو يكون مي مكان يحط لك يجيب لك فيه يجيبوا لي عليه. لفعور. لفعور. والله رحت قلت ديوان على الباب كيف الكبير ما في أرض كله. كرمست على الأرض. رديت السلام ما سلمت عليهم، لكن كنت بعالي يومه ما حي الله. قعدت. لما قعدت يقول له اطلب اغراضك يا ابوي. ما لي ولا غرض. لو اعجب تقعدني على الارض عندك هين لمح وزور محلك انا. بيته ها؟ لما اجي له البيت هذا. قال منين انت؟ شو انت وصيت لي؟ قال انت الغوراني؟ قلت له انا الغوراني، للي الشرف انك هو الغوراني. قال لي شلون يقول لك شرف تكون غوراني؟ قلت له بحيث ان الغوراني بيت ابو الهيجه
جمة من غور بيسان سكنوا بالحولة الغور غور غور غوراني ظل بغوراني. قال لي أنت اللي رديت الفلسطينية؟ قال لي رديت مالي مثلك جد بدرد الفضل وجيت ذيش الغوارنة بلا وجدان. أنا كنت ما جد هذا نبي نغرش على أبوك جد قصب أبوي قصبات أبوي. قال لي والله يدوك شاب ديوانك علي وما علي غير أنا وماك بالسجن وعلي أبو فلان. أي والله فجيت قذبوني الجماعة قال لي بيلي يا أبوي الحكومة صارت لكم ورجعت الكتاب قال الحكومة لكم. رحنا لبين لبرهان أدهم رئيس المخابرات السورية كانت تسمع به. نعم حج. ها؟ نعم. حرمت فلسطينية من حيفة. انت ليا. في القوي جاء الشد على العالم هاي. قال حط السجن وشيل وتحط هذا هذا. قلت اسمع علي. انت ما تقول فلان خاين وفلان خاين زلمك تجيبه. قال لي وعلي ما علي. كان سوري ولا فلسطيني انا اتكفل لك اياها من حد. لبنان الأردن للبنان ما في ولا واحد خاين. لكن إذا خاين هذا اللي بيقول له خاين يا بنتو بنتو يا بنتو مرتي يا بنتو أختي يا بنتو جارتي يا بنتو مصاري منه يعملوا خاين تحطه بالسجن. شو هالحالة هاي معك؟ لأنت حرمت. قالت والله يمكن مزبوط تجايدوا على أولادك انت ببيت وأنا قاعد ما كنت تشي يا زلمة. قال في واحد بكرة بعد يومين طلع حاكم به للإعدام. ليش؟ قال قرر واعترف إنه جاي يروح على اليهود وداسوس. وعلى ديني قال يروح على اليهود وداسوس أكون أني معهم. واللي قدم لك الطلب يكون هو معهم. قال بكرة تروح علي على المكتب. رحنا علي على المكتب. قلت وين الزلمة؟ قال جو تنقر واكتب شو بدي احكي ما انا وياه. قال ما لابس عربي جابوه قعدوا قبالي. تعمو يا مرحبا. قال لي مرحبتين من القابو. قلت له انت جابوك حطوك بالسجن واعترفت انك جاسوس مخابرات. قال لي اعترفت. شو اللي اعترفك بيه؟ قال كنت جاسوس وخاين وذبحوني ولا اشوف عرضي هاتك ما بدي اياها. اشوف عرضي قدامي هاتك تفهمني على عرضك. قال عندي بنت واللي حبتني فلان دلت فلان طلبها البنت ما بده. عييت اني والجماعة تحت ان ينكفي شرنا ما انكفى شرنا ما رضت. ثاني مشوار دلت فلان الامر كذا كذا ما رضت. ثالث مرة رد قدمها لقاها برخاب خرابة في محل وقدم باس البنت. لما بات البنت درست سلحت الشحاطة وضربته. أجت اشتكت تبكي. قلت لها يا أبويا شو يطابدين حكومة هذا ديري بالش منه. وآخر النهار بدي يفضح بنتي. قل لجل ما يفضح بنتي وأنا طيب لا خلينا نموت خلينا يفضح بنتي يا رب. نعم. هلا سالي هاي. خلي يفضح بنتي وراي. نعم. دزال الخبر. جمع. جابوني. وجاب البنت وجاب الكل مثل ما حكى هو حكى. وصل للزلمة اللي هو حبسه. قال تعال هنا. قال لي تروح تطلع فلان وانت تنام برضه والله ما اشوف الضوعات خليك لا روح واحد. لو ذبحنا هذا خطيته برقبتك. حطوا عاد هذاك اللي فسد بالسجن وهذاك طلع هو واحد. نعم. عمي ويره جيبه خليك 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 هنا بعدين ها خليك يا حبيبي خليك. أهلا وسهلا. السلام عليكم.
هناك ما ليه مش شنطات ليه هنا وبعد هنا لا حبيبي اه حجي طيب يا حجي كمل يا حجي طيب حجي لما اي مخيم اول مخيم سكنته يا حجي اول مخيم سكنته وين سكننا بعنكيت من عنكيتين مباشرة طيب لما سكنتوا هذا المخيم وزعوا عليكم وحدات سكنية يا حجي ولا وزعوا عليكم أراضي ولا هيك كل واحد قاعد محل ما لا هاي هينك احنا هين ما لينا غير السقف الحيطان نعم لأرض للدولة ما تتعين قطع راسك لا ها نعم حجي لكن هاي هيش الحاية اشترت الأرض وعمرت العالم واللي جاهدونها كمان طبق نعم طيب حجي وكالة الغوث قدموا لكم مساعدات لما وصلتوا لهذا المكان من الوكالة نعم وشو عبو ميكيرا قدموا لكم مواد تموينية طحين سردين لا طحين وسردين مثل العادة طيب اعطوكوا خيام اعطوكوا بطاطين اعطوكوا ملابس انطونا بطاطين والخيام انطونا خيام ما انطونا شو اعطوكوا لك انا هدوم وبطانيات انطونا طيب يا حجي هذه الارض مؤسسة اللاجئين في سوريا هي حددت لكم اياها ولا هاي للدولة للدولة هاي ما دخلت بيها دخلت بيها مؤسسة اللاجئين شفت الحوز هذا المية نعم مني وغاد هاي الوكالة ضمنتها ضمنتها الوكالة من أصحابها نعم اللي هاي هيش لا طيب شو هذه العاد وضعها يا حجي هاي وضعها لي هاي الأرض أو وقف للدولة وانتو حطيتوا فيها بدون إذن يعني ايه منعونا الأهالي أجت الحكومة قالت اللي تعرضكم قولوا لنا عنه عمرنا وقعدنا شو عمرتوا يا حجي؟ عمرتوا بلوك ولا عمرتوا طين؟ تراب تراب دك تراب نعم بعدين هذا والسقف شو كان يا حجي؟ سقف البيت شو كان؟ دك والحيطة يحط الخشب هيك نعم ويدكوا تراب طيب يا حجي كيف كان وضع المخيم بالشتاء يا حجي أول ما اجيتوا هون؟ والله وضع المخيم اول شيء احنا تقعد دوميات قنب دوميات قنب الشتاء جاتنا شتوى الحمد لله الميات ما يطلع البرا كلهم جوا علينا ها يصبن جوا والله ديباتنا كل المية الهدوم لح فرشات هدوم اللي عبدنا مي نعم الحمد لله طيب كان في عندكم يا حجي كهرباء في المخيم ولا شو كان؟ لا كهرباء ضو سراج طيب مراحيض يا حجي كان في البيوت ولا كان في عمات؟ كان بي وديا بي نهور بي طيب ما عملوا الوكالة لكم مراحيض؟ عملوا مراحيض ما نفعت ما نفعت؟ طيب مية من وين كنتوا تشربوا يا حجي؟ مي مي؟ نعم كنا نروح نجيب من البيارة نعم تبع الأهالي اللي يدير بها مية موتور يسقي أرضه نعم نروح نجيب من عنده مية ولا نشرب بعدين صارت تبحث العالم البيارة لحالها ونشرب منه طيب يا حجي بنوا مدارس الوكالة وكالة الغوث ايه بنوا مدارس ايه مدارس هاي فوق لا بداية المخيم ايمتى بنوا هالمدارس بس تعمر المخيم عمر المدارس طيب عملوا اول ما عملوا مدرسة كانت خيمة ولا كانت بناء يا حج بناء هاي مدرسة هيك مدرسة هناك عمرها جديد طيب بالنسبة للعيادة الصحية يا حج مركز صحي كان موجود في المخيم مركز صحي في المخيم كانوا مستأجرين بيت نعم عند واحد يقولون له طالب مصطفى الحسن نعم نروح نتحكم به
تذكر مين كان الطبيب الموجود أول طبيب؟ ما أتذكر. النارسة الممرض. قالوا له عبد إسماعيل القاسم. صح يا حجي. طيب يا حجي اللي كان يحتاج مستشفى من أهل المخيم كانت الوكالة توديه إلى ال. على حساب الوكالة كان؟ إيه. أنا عملت عملية بروستات على حساب الوكالة. المستشفى الحكمة. طيب يا حج الطلاب كانوا يأخذوا قرطاسية كانوا يأخذوا كتب كتب كانوا يعطوهم الوكالة ايه كانوا ينطول ولهسه بعطوهم ولا بطلوا لا بعد ينطول لكل الطلاب يعطوا حج ولا لناس محددين هسه ما بعرف حد طيب يا حجي خدمات الوكالة زمان كانت أحسن من هذه الأيام ولا العكس؟ لا أحسن من هذه الأيام كل ثلاثة أشهر تنطونا طحين ما في طحين مواد تموينية مواد تموينية سكرات رزات عدسات فولات وهذه ميت ليرة وخمس خمس مية عم هذا لكل اللاجئين ولا لناس محددين؟ ناس محددة اللي مبنشر مثل ضرب حكايتي سلامتك يا حاجي سلامتك طيب يا حجي كيف كنتوا تتنقلوا من هذا المكان لمدينة دمشق مثلا أو للقرى المحيطة كيف كنتوا تتنقلوا للشام والرجعة كان في باصات كان في سيارات من المخيم كنا نروح باصات كما جربان كان بي باص واحد نعم جربان بعدين كان بي طنابر التنابر هالطرات يقولون الجرمانة طيب يا عمي الشوارع امتى عبدوها امتى زفتوها تتذكر طيب حجي انتوا لما سكنتوا في المخيم هذا سكنوا كل اهل قرية لحالهم ولا خليط صار المخيم خليط كله خليط ما في لا قري ولا ما قري نعم طيب يا حجي بدي اسالك زرت المنصوره بعد النكبه يا حجي ما زرتها ليه طيب حدا حدثك عنها لا والله هذاك اليوم اجى واحد ولا معه وسالته عليه من هناك ها اجى من هناك من 48 ايه ساكنين بمغار بمغار حزور طيب وما ما سألتوا عنها؟ لا والله ما سألت طيب ليش يا حجي؟ ما سألت طيب حجي أنت معك كرت شؤون ها؟ معك كرت شؤون؟ كرت شؤون معك؟ كرت إعاشة؟ إيه معك؟ ومعك كرت مواني الأبيض القديم؟ إيه طيب أهل المنصورة في لهم جمعية يا حجي هون أو ديوان أو رابطة؟ ها؟ لهم ديوان هون أهل المنصورة؟ ديوان؟ نعم لا ولا رابطة ولا جمعية ولا صندوق طيب يا حجي بدي أسألك قرار الأمم المتحدة رقم 194 اللي صدر بشهر 12 عام 48 سمعت فيه هذا القرار يا حجي؟ لا طيب هذا القرار يا حجي نص على يعني حقك بالعودة وتعويضك عن معاناتك مش تعويضك عن أرضك تعويضك عن معاناتك وعودتك إلى فلسطين لقريتك للمنصورة إذا توفرت لك فرصة العودة بترجع يا حجي ولا ما بترجع مرحبا آخر كلام آخر كلام يا حجي نعم طعميني دبلة من الدبلة ها شهر وردني لبطني وبس أموت عادنا الله يحييك يا حجي الله يحييك الله يحييك يا حجي حتى في ظل الاحتلال واحد الله حجي واحد الله حجي لا اله الا حجي يلا ظل عندنا سؤال وخلص بعدين ما ابو احمد طيب حجي حتى في ظل الاحتلال الصهيوني ممكن ترجع؟ والله
حتى في ظل الاحتلال ممكن ترجع؟ أرجع؟ حتى في ظل الاحتلال، حتى لو كان الاحتلال موجود؟ شو ما كان بدي لو 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 أشم الريح تطرب وأموت. الحمد لله. طيب يا حاج بدي أسألك سؤال. بتعتقد إنه المجتمع الدولي، الشعب الأوروبي والشعب الأمريكي والعالم أنصفونا يا حاج، أنصفوا القضية الفلسطينية؟ الحمد لله ما عاد حسني مبارك معانا، عبد الله معانا، الملك سعود معانا، يا حرقل. طيب ما ما يا حاج مشكلة حجي. طيب يا حجي في شيء بعوضك عن أرضك يا حج؟ هذين مهن معاه مع اليهود هذين. طيب يا حج صلي على النبي يا حجي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. لكن المكتوب بده يصير. بده يصير يا حج. المكتوب بده يصير. حجي في شيء في الدنيا بيعوضك عن عن المنصورة وعن فلسطين؟ ها؟ في شيء بيعوضك عن المنصورة؟ شيء؟ والله 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 لو انطوني ملات الدار هاي ذهب ماني مبسوط ولا بروحها اكل الطراب هناك. بارك الله فيك يا حج، بارك الله فيك. طيب حجي احنا يعني بنهايه اللقاء بنتمنى لك الصحه والعافيه ان شاء الله، وبنشكرك جزيل الشكر على يعني جهدك معنا ووقتك معنا الثمين، واحنا اسفين يعني فتحنا لك مواجهه وبرضه انت يعني شوي تعبان ومريض، وان شاء الله انه ربنا يشفيك باذن الله تعالى. شكرا لك، شكر جزيل. الحمد لله. الحمد لله.